نقول لك انا حضرت اليوم باش نعرف انا حضرت اليوم باش نعرف بالنسبه للسي عبد الودود شنو النيه ديالو، واش باغي يزيد ولا باغي يرجع، واش باغي اللي يعترف ليه بالديون ديالو وينسحب. بغيت نعرف شنو هو التوجه ديالو. هادشي علاش جيت حضرت اليوم، هادشي اللي كاين. سي رضا، انا شفت معاك العديد من الاشخاص اللي بغيو يدخلوا المكتب المسير، صيادله، اطباء، شفت معاك سبونسور عاطينك شيكات كذا، ولي دونك هاد الناس حتى كشاب تيثقوا فيك، انت باقي عندك امل تزيد تراسنا ديال كونتان؟ بيان سور عندي واحد الامل، انا باغي نترأس النادي القنيطري وباغي نخلي البصمه ديالي الى كتاب الى سهل الله، باغي نخلي البصمه ديالي في النادي القنيطري. ولكن راه اللي قد نقول لك سي البحري، راه شنقول لك، الناس بحال اللي ما مخلينيش، الناس خلوني بحال اللي رجع شويه اللور. علاش كثروا عليا؟ كثروا عليا، ملي نقول لك كثروا عليا، كثروا عليا من جميع النواحي. بغاو يدخلوا لي في الخدمه ديالي، ما فهمتي، ما بغاوش يحبسوا اتصالات، كلشي تيتصل، كلشي تيجي عندي المكتب ديالي. الناس يفرضوا عليا شكون ندير في المكتب، مع من ندخل، مع شكون المنخرطين. انا ما باغيش ندخل لهذا لونغوناج ديالهم. انا اذا كنت ندخل لهاد الرئاسه ديال النادي القنيطري، ندخل مع الناس اللي نثق فيهم، نقد نسير معاهم وانا ما مخلوعش منهم. اما باش ندخل غدا نحط رزق وليداتي، باش نكون مهدد في اي وقت يقدوا يديروا عليا انقلاب كما تيقول الرئيس السابق، الرئيس الحالي والرئيس اللي باغي يحط الاستقاله ديالو، تيقول لك كانوا تيساوموه يا اما دير معنا يا اما نديروا عليك انقلاب. انا ما باغيش ندخل هذا لونغريناج. انا شوف، انا ما عندي حتى شي هدف من الكاك، انا ما مقاول، انا ما فاعل جمعوي، ما سياسي، ما والو. انا شوف، انا محب كجميع المحبين، المحبين اللي هما غيورين على الفريق فقط، ما عندهم شي هدف. انا تنقولها ونعاود، انا ما عندي اوكين بوت، اوكين انتيغي من الكاك. انا لو سول بوت ديالي هو ان الكاك ان شاء الله نحاول نفرح هاد وليدات حلاله بهاد الفريقه ديالهم والفريقه ديالنا جميعا، نحاول نفرحهم باش نرجعوها للبريمير سيري. هادشي اللي كاين. توفيق. ظن على ديك 35000 درهم اللي عطيتي للكاك. اي، ما انا ما عطيتش 35000 درهم، عطيت ميناح عديدة، عطيت ماشي وحدة، ماشي جوج، ماشي ثلاثة. غير الأخر عاود الطريقة كيفاش مشات؟ الطريقة هو أنه كانوا موعدين اللعابة، كان خصهم واحد 7 ملايين، بغاو ياخذوا من عندي سلف ديال 7 مليون، بغاو ياخذوها من عندي. أنا قلت لهم واش تعطيني شاك بيرسونال ديالك؟ ما بغاوش. قلت لهم شوف، ديروا قضية، أنا نعطيكم النص وأنتم مكتب جمعوا النص، وما نسلفوش هذا الكاك، نعطيوها. ياك باغيين بريم، حنا ما نسلفوهاش، حنا نعطيوها. انا عطيتهم الفلوس حيت كانوا اللاعبين خارج مدينه القنيطره باش يديوا معاهم، ما توفقوش. هذيك المنحه ما عرفتش فين مشات، واش خلصوا بها اللعابه، واش خلصوا بها الكرا، واش خلصوا بها الضو، ما عرفتش فين مشات. انا صيفطت رشيد الدريسين، هو اللي جا لعندي، وصيفطت بيرسونيلمون، صيفطت الشافور ديالي حتى المحل ديالو.